مرة ثانية أهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن قبل الفاصل كان سؤالي للكابتن خالد متعلق بمفاتيح لعب ومعناصر الخطورة في فرقة الإسماعيلي وإزاي الفرقة تتعامل معها، وكمان كنت بتكلم على الثغرات اللي على النادي الأهلي إنه يحاول استغلالها بشكل أمثل عشان إن شاء الله نحسم واحدة من المواجهات الستة المتبقية في مشوارنا نحو تحقيق لقب الدوري. مرة ثانية برحب بيك كابتن خالد. أهلا بيك يا أحمد. أهلا وسهلا. يعني بالتأكيد بتابع فرقة الإسماعيلي وخصوصا مع إيهاب جلال، زي ما كنا بنتكلم عامل شغل كويس جدا مع الفرقة في الفترة الأخيرة. مين اللعيبة اللي شايف إن هم فرقوا كتير مع الإسماعيلي؟ مين اللعيبة اللي تقدر تقول عليه مصدر خطورة لابد إنك أنت تتعامل معاه بشكل معين عشان توقف خطورة الإسماعيلي؟ هو فرقة الإسماعيلي على المستوى الجماعي بيلعبوا على المستوى الجماعي كويس، على المستوى الفردي يمكن الإمكانيات كلها قريبة من بعض، ولكن أنا شايف يعني ممكن شكري نجيب لما بيكون كويس بيعمل فارق شوية، فلازم يبقى محطوط تحت رقابة كويسة بالذات واحنا بنهاجم على فرقة الإسماعيلي. تمام. فهم بيلعبوا بشكل جماعي، إنما على مستوى الشكل الفردي كلهم شبه بعض. فأغلب ماتشاتهم الطريقة اللي اعتمد عليها كابتن إيهاب جلال، الكرة اللي كانوا بيلعبوها استحواذ هجمات مرتدة، ولا ما كانش في نمط ثابت أو طريقة لعب ثابتة؟ لا، هو بيحاول يلعب على الاستحواذ، بس ده مع الفرقة التانية. بكرة الشكل يختلف، أكيد مختلف. يعني يا ريت بكرة يلعب على الاستحواذ ويقعد ينقل ورا وزي ما يا ريت، وإحنا نضغط من قدام يعني هتبقى مشاكل. فهو مش هيلعب كده بكرة، إنما قبل كده مع الفرق على مستوى الدوري. بس مش هيلعب دفاع منطقة برضو يعني توقعش الإسماعيلي يتراجع قوي زي ما لا مش هيلعب دفاع منطقة، مش هيلعب دفاع بس منطقة. مش هيضغط عليك من قدام، مش هيبقى مستعجل ان هو يجيب فيك اجوان. هو دايما هيلعب على الهجمات المرتده، ازاي يرتد في نص ملعبه ويدافع كويس، ولما يقطع الكوره يحاول بقدر الامكان ان هو يوصل لمرمانا. وده باذن الله اللي لازم نبقى عاملين حسابه، ازاي لما الكوره تتقطع ازاي نرتد بسرعه للنواحي الدفاعيه في اسرع وقت. مع شكري نجيب في عناصر خطوره ثانيه من وجهه نظرك؟ لا، الباقي كله شبه بعض، يعني كلهم شبه بعض. المستوى زي ما بقول لك هم بيلعبوا لعب جماعي، مفيش حد في الفرديات بيبقى. يمكن حسين السيد لما بيكون كويس، انا مش عارف، غايب بكره، غايب يبقى كويس. حسين ايقاف لانه اطرد الماتش الاخراني بالظبط، وقاري بابل المحترف بتاعهم اعتقد. لا، بالنسبه لحسين انا عايز اخص الكلام على حسين السيد. كويس ان هو مطرود، يعني دي حاجه ان هو مش طبعا لان حسين من الباكات ليفت الكويسين جدا جدا جدا. ومع فرقه الاسماعيلي هو ده بقى اللعيب الوحيد اللي بيعمل لهم الفارق، مع انه بيلعب زي الايسر، ولكن بيعمل لهم الفارق في كل حاجه. لما بيتقدم، لما بيدافع، لما بيهاجم، لعيب من اللعيبه الكويسين قوي. غيابه مؤثر يعني؟ طبعا، الحمد لله. مؤثر بالسلب عليهم وبالايجاب لينا احنا. طيب النقط الضعف اللي شفتها في فرقه الاسماعيلي الفتره الاخيره، وازاي ممكن الاهلي يستغلها كابتن خالد؟ خط الدفاع بالذات الاثنين اللي في القلب، وبكره الباك ليفت اللي هيلعب مكان حسين السيد. مكان حسين يعني السيد. احنا كل ما هنضغط وهنستغل سرعات محمد شريف، ومحمد بصراحه محمد شريف انا عايز اخصه بحاجه لان هو ذكي جدا، واكيد اللي بيعمله دون دي تعليمات من الجهاز الفني. محمد سريع، من اللعيبه اللي سريعه وعنده خفيه حركه، وفرق السرعه بينه وبين اي مدافع في الدوري لصالحه. ولكن شوف تحركات محمد شريف بيتحرك ازاي، ما دايما ما بيتحركش لقدام على طول، لان محمد لو اتحرك لقدام على طول هيقع في الاوفسايد كتير جدا. فمحمد شريف بيعمل بيتحرك بالعرض وبعدين لقدام، يعني بيتحرك بالعرض وبعدين كره لعب وبعدين يقطع لقدام. وطبعا حضرتك اللي تقدر تقول لنا، كل الناس بتقول ان يمكن واحده من اهم نقاط قوه محمد شريف ذكائه في التحرك، حاجة بصراحة جينيس يعني في التحرك، حاجة وعارف مستوى عالي، وعارف يستغل إمكانياته إزاي. ولكن الملحوظة اللي أنا اتكلمت فيها دي لراس الحربة، إزاي يتحرك بالعرض وبعدين لقدام راس الحربة سريع، دي أكيد الجهاز الفني هو اللي قايله عليها، وهو تقبلها وبيشتغل عليها. كل الإجوان اللي بيجيبها هتلاقيه قبل ما بيتحرك لقدام تلاقيه بيتحرك بالعرض من قدام خط الظهر وبعدين يقطع لقدام. فطبعا دي بكره قلبي الدفاع بتوع النادي الاسماعيلي، انا شايف ان هم برضو بعاد شويه. الظهير الايسر اللي هيلعب مكان حسين برضو، كل ما هتضغط عليهم من قدام هتبقى مشاكل.